السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيز. آسف على هذا الغياب لأنني غبت عنكم طويلا ولم أقم بتنزيل لكم الفيديوهات في شهر رمضان المبارك. المهم إخواني الكرام، في هذا الفيديو راح أريكم طريقة الحصول على الشكل الجديد على الفيسبوك. فأغلب الحسابات الفيسبوك لم تصلهم هذه الميزة وأنا وصلتني، فهذه الطريقة تشتغل على الحواسب فقط ولا تشتغل على الهواتف. في الهواتف لقد تطرقنا إلى شرح طريقة الحصول على شكل المظلم على الماسنجر وأيضا الحصول على شكل المظلم في التطبيق الفيسبوك. والآن شركة الفيسبوك قامت بإضافة هذه الميزة على الحاسوب. الأشخاص الذين يستخدمون الحواسب يمكنكم الحصول على الشكل المظلم والشكل الجديد للفيسبوك ومجانا. المهم سوف أريكم هذه الطريقة، كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة المرجو تضغط على زر الاشتراك ثم تفعيل خاصية الجرس، كذلك تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا أن نستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قد قلت لكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بداية الفيديو راح أريكم طريقة الحصول على الميزة الجديدة على الفيسبوك. فقط هذه الميزة تشتغل على الحواسب. أنا قمت بتجربتها وأحببتها لذلك أردت أن أشاركها معكم. فقد قمت استخدمتها قبل أسبوع وحاليا قمت باسترجاع الحساب الفيسبوك إلى الشكل الإصدار القديم. ولكي أريكم الطريقة يا إخواني الكرام، فالطريقة لا تأخذ منك دقيقة أو دقيقتين، فقط 5 ثواني يا إخواني الكرام. المهم فبعد دخولك إلى حسابك الفيسبوك الرسمي تقوم بالضغط هنا على هذا السهم، تضغط عليه هكذا وتنزل إلى الأسفل وتجد باسي اون نوفو فيسبوك. فبعض الحسابات يا إخواني الكرام فلم تظهر لهم بعد هذه الميزة باسي اون نوفو فيسبوك، يعني الحصول على النسخة الجديدة للفيسبوك. فأنا لقد وصلتني على هذا الحساب وبعض الحسابات الأخرى لم أجدها يا إخواني الكرام. المهم فبعد أن تقوم بإيجاد هذه الميزة تقوم بالضغط عليها وتقوم بالضغط على كونتينيو وراح تظهر لك الشكل الجديد على الفيسبوك. فكما ترون إخواني الكرام هذا هو شكل الفيسبوك الجديد. فإذا كانت لديك بعض الصفحات على الفيسبوك تجدها هنا، وإذا كنت دخلت إلى الجروبات تجدها إلى هنا. وهنا إذا أردت أن تقوم بالدخول إلى البروفايل الخاص بك تقوم بالضغط هنا أو تقوم بالضغط هنا. وإذا كنت تريد الدردشة مع الأصدقاء فهي دردشة جميلة جدا، فهي مختلفة عن الدردشة القديمة. عندما تقوم بالدخول إلى قسم أحد الأصدقاء الذي تقوم بالدردشة معهم، مثلا هذا الشخص صديق لي، تقوم بالدردشة معه. وعندما تقوم بالدردشة مع صديق آخر كما ترون تجد هنا على هذا الشكل، تجده هنا بعض الأشخاص. فهذه الدردشة فكما قلت لكم مختلفة عن الدردشة القديمة. عندما تقوم بفتح الدردشة مع صديق تنفتح لك 6 دردشات أو 5 دردشات. فهنا فكما ترون دردشة واحدة تجد فيها جميع الدردشات على هذا الشكل، فهي رائعة. وأنصحكم باستخدام هذه النسخة الجديدة رغم أنك لن تفهمها في الأول، لكن بعد استخدامك لمدة ساعة أو ساعتين أو ليوم طويل راح تفهم استخدام النسخة الجديدة على الفيسبوك. وأيضا تجد اللون الداكن الأسود لكي تحافظ على عيونك عندما تتصفح الفيسبوك يا أخواني الكرام. المهم كان هذا هو شرحنا لهذه النسخة الجديدة للفيسبوك. وإلى هنا أنتهى الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.